اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم واجعله لنا طريقا ونورا على نور إلى جناتك جنات الخلود. اللهم ولا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا عاصيا إلا هديته ولا أسيرا إلا فككت أسره. اللهم ولا مجاهدا إلا نصرته اللهم ولا شهيدا إلا قبلته برحمتك يا رب العالمين.